في ومتابعة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس نادي دبي لسباقات الهجن، الذي يتابع هذه الانطلاقة ويتابع أيضا ما يدور في أرضية هذا الميدان وفي عالم هذه الرياضة بإشرافه المباشر والمتميز لكل تحديات سباقات الهجن العربية الأصيلة. نتواصل بالأشواط، ننطلق بالتحديات، نسير بالمسار الذي يحمل كل إثارة هذا الشوط الخاص بلبكار المهجنات. سلام على البداية، سلام على الاندفاع، سلام في لحظة الانطلاقة الأولى. العنود إذن في مقدمة هذا الشوط لهجن العاصفة والقيادة الحمد بن راشد بن غدير، وفريد تأتي في المركز الثاني أيضا لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير، بينما الشاهينية وكذلك الشاهينية أيضا لهجن الرئاسة والمستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري. يا سلام، دائما في كل مشاركاته في كل انطلاقاته. المركز الخامس الثريا، في المركز الخامس لهجن الرئاسة عيسى بن سعيد الخيلي أيضا ينطلق في هذه اللحظة في هذا الاستكمال لهذه الانطلاقات وهذه اللحظات. هناك بالصغان في المركز السادس سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري في المركز السادس، حيث انطلق الكل، اندفع الكل، انطلق الجميع في مسار الجميع ومسار هذه البداية الأولى. إذن هنا من خلال هذه اللحظات أعود إلى المقدمة، أعود إلى اندفاع هذا الشوط. ما شاء الله وتبارك الله، نبدأ برباعية هنا في هذه اللحظات. العنود، التسلسل الذي يحمل العنود، فريدة، الشاهينية، رباعية هذا الشوط هنا تشكل مربع الخطر المتقارب. ما شاء الله قافلة من السير المتوازي والمتزن والقيادة مع عمالقة المضمرين الواثق والمستحيل. منافسة بالفعل تثري هذه الرياضة وتثري الانطلاقة وتثري منافسات سباقات الهجن العربية الأصيلة التي نشهدها في هذا الميدان في هذا الملتقى المتميز لهذه البداية الأولى. يا سلام، إذن هنا الصدارة والمركز الأول هي العنود على المقدمة، وتليها فريد تحمل عنوان القوة في مقدمة هذه اللحظات. العنود مع العاصفة وفريد أيضا بشكلها الفريد وإنتاج العاصفة المتميز الذي يعلن هذه التحديات. بينما هناك الشاهينية والشاهينية، هذه النوعيات المتميزة الجميلة التي تأتي للمشاركة وتقدم أروع منافسة وأروع تحدي. 2 كيلو من خلال المتابعين لموقعنا في هذا المكان وفي هذا السير وفي هذه اللحظات باقية من خلال هذه الاندفاع إلى خط النهاية. الناموس هنا في لحظات الانتظار لهذه القادمة بالمركز الأول والتي تسجل حضورها هناك. خط النهاية هو الشاهد الأوحد على هذا التنافس وهذه الإثارة في هذا الشوط. ما شاء الله، سن اللقاية وهي المفاجآت التي تجهز نفسها لتبدأ في مسار قوتها وانطلاقها وإثارتها المتميزة. هنا بدأنا بالعد التنازلي، تناقصت الأمتار تحت أقدام هذه السبق. هنا ننتظر من تنطلق، ننتظر من يعطي إشارة الاندفاع، ننتظر والكل ينتظر لوحة الإعلان القادمة بعد لحظات، القادمة التي سنعلنها هناك للمتابعين لتذكير مشاهدينا الأعزاء. راقبوا الموقف، انتظروا إعلاننا النهائي في هذه اللحظات، ونحن نقترب هنا من هذا المسار. 1200، نذكر في هذا السن بالذات بهذه المسافة، بهذه اللوحة الجميلة التي يعشقها كل المضمرين، وإذا يضعون نصب أعينهم كل التنافس على هذا المنظر. شوف، ثلاثية أصبحت على المقدمة، من يقود المركز الأول؟ ما شاء الله، أتابع فريدة، فريدة الشكل بالفارق المتميز. هناك والشاهينية على المركز الثاني لهجن الرئاسة من خلال هذه اللحظات في منافسة وتحدي واندفاع. الشاهينية تنطلق إلى المركز الأول، تعلن أنها متواجدة في مقدمة هذا
الشوط ما شاء الله شاهيني الهجن الرئاسة والمستحيل من خلال هذه اللحظات تندفع هذه الأسماء بقوة إلى مقدمة هذا الشوط. فريد على المركز الثاني لهجن العاصفة والمتابعة من الواثق حمد بن راشد بن غدير. شوط مثير، شوط يسجل الشاهينية وفريد والتنافس ما بين الهنتين ما شاء الله. انطلقت الشاهينية، سارت الشاهينية، سارت وتوكلت إلى خط النهاية عابرة على خطوط الناموس الدولية هنا في هذا الاندفاع وهذا المسار ما شاء الله. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة والمقام السامي لسيدي صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله وإلى عشاق هذا الشعار الأحمر الخطر الذي يعلن هذا التواجد وهذا الاندفاع. تهانينا للمستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري. سلام الرئاسة، سلام سلام ما شاء الله. الشاهينية تحقق انتصار المركز الأول بينما المركز الثاني العنود تصل في المركز الثاني لهجن العاصفة والمركز الثالث فريدة لهجن العاصفة والمركز الرابع تعود الشاهينية لهجن الرئاسة. ما شاء الله منافسة حينما تحضر هذه الامبراطوريات، حينما تحضر هذه المنافسات يحضر التنافس في هذا الميدان ونشهد هناك المزيد من التحدي ومن الإثارة ومن المسار المتميز الذي يدشن هذه الانطلاقة ويدشن هذه اللحظات الجميلة والمؤكدة لمسار بدايتنا الأولى هنا مع الاندفاع. نشوف خط النهاية، نشوف لحظات النهاية التي تعلن هذه اللحظة والتوقيت الزمني. يا سلام، 7 دقائق 26 ثانية، 7 من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني لصاحب هذا المسار وصاحب هذه الانطلاقة وصاحب هذا التحدي ما شاء الله وتبارك الله. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، تهانينا راشد محمد بسام المنصوري المركز الثاني. من انطلق في المركز الثاني وسار أيضا في هذه اللحظات هي العنود التي قدمت هذا الأداء الممتاز وسارت أيضا بهذه اللحظة الجميلة. 7 دقائق 34 ثانية وستة من الأجزاء من الثواني. تهانينا والناموس لهذه اللحظة الجميلة والمؤكدة لمسار هذه الانطلاقة. المركز الثالث تذهب إليه فريدة، 7 دقائق و36 ثانية و4 من الأجزاء من الثانية ما شاء الله تحقق انتصاره بالمركز الثالث. هذه أسماؤنا، هنا تحدياتنا، هنا انطلاقنا في هذه اللحظة الجميلة والم...